وانشاءات وبقيه لسه كنت هاخدك الصالونات. للانشاءات، يعني حضرتك كنت بتتكلم على الجمعيه العموميه في وسط هذه الانجازات الكبيره. يمكن السنه دي يعني احنا بنحاول نحصر بحيث ان احنا الحلقه اللي جايه نبتدي نتكلم عن كل البطولات، ولكن خلينا نتكلم عن العاب الصالات مثلا. احنا 18 من 22 في كرة القدم، 4 من 4 حتى الآن، يعني لسه بقية البطولات، وبالتالي إنجازات كبيرة جدا جدا بتحصل على الجانب الرياضي، على الجانب الإنشائي والجانب التطوير. المقرات، كل المقرات بيتم تطويرها بشكل كبير جدا، سواء الجزيرة، سواء الشيخ زايد، سواء مدينة نصر، وأخيرا المولود الجديد للنادي الأهلي اللي ولد عملاق الحقيقة، مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، حاجة محترمة جدا جدا جدا. أنا كل ما حد يكلمني يقول لي اشكر لي ونبي أعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول في إن هم يدونا 80% من الإنشاءات اللي كان من المفترض إن احنا نلاقيها. خلي بال حضرتك ده ما بيحصلش كتير يا أستاذ محمد. بص، هو فعلا ما بيحصلش كتير. خلي بالك انت برضو، احنا خارجين من فترة صعبة جدا جدا، من فترة بتاعت كورونا، الناس كلها عندها ازمات. انت رغم كل دوت انت وعدت وقلت ان انا لازم هفتتح الفرع، صحيح، جرينا بسرعه جدا. معلش انا اسف هنا، انت كنت ممكن تاجل ده لغايه كمان سنه ولا حاجه قبل الانتخابات، يعني لو حد بيفكر في انتخابات وبتاع لا يفكر الا في، ولكن مجلس الاداره الحالي لا يفكر الا في ايه؟ اعضاء الجمعيه العموميه. مش اعضاء الجمعيه العموميه، نعم. وجمهور النادي الاهلي ما عندهاش حاجه ثانيه افكر فيها غير كده. هم انتخبونا لهذا الدور، دي الامانه اللي عندنا اللي احنا لازم نقوم بيها. اللي انت قلته ده صحيح فعلا، لو احنا بنفكر في الانتخابات كنا اجلنا الافتتاح سنه وشويه كمان قبل الانتخابات. لكن فلوس اقل وبتاع، واصبر شويه مفيش مشكله يعني. مظبوط، ولكن كل ده ما بنفكرش فيه. احنا كنا بنحاول نجري، ومجلس اداره بالكامل وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب كلهم كانوا فيري كين زي ما بيقولوا كده، عندهم حميه رهيبه واصرار رهيب ان هم لازم الفرع يخلص ولازم يفتتح، وده اللي حصل. والفرع خرج يعني كل الناس زي ما انت بتقول الفرع ما شاء الله شكله حلو جدا حقيقي، وروحه حلوه جدا كمان. يعني لما حد بيروح الفرع بيقول لك الفرع روحه حلوه، يعني انت ممكن تروح مكان حلو بس تخش ما نفسك مش مبسوطش. مظبوط، هناك الناس تقول لك الفرع روحه حلوه، معمول حلو وروحه حلوه جدا. في المباراه النهائيه يا استاذ محمد قالوا لي، يعني احنا عارف حضرتك بتبقى قناه الاهلي موجوده في كل مقر، مظبوط، في مقر التجمع الخامس قالوا لي من 3 ل 4000 واحد قاعدين بيتفرجوا على الشاشه. هم كان في شاشتين، الشاشه الكبيره قوي واللي اقل منها بسيط، من 3 ل 4000 عضو من اعضاء او من عائله الاهلي موجودين وبيتفرجوا. ده ولسه الفرع يا دوبك لسه مفتوح يوم واحد. بالظبط بالظبط، انت عندك الاعداد ما شاء الله بتتدفق بشكل كبير جدا. احنا بكره عندنا لجنه عضويه، انت عارف في لجنه العضويه، انا واستاذ طارق قديم، مظبوط، واللجنه من مجلس اداره بنمثل مجلس اداره يعني، علشان بنعمل انترفيوز للناس اللي هي. فعندنا بكره لجنه عضويه فيها تقريبا 210 عضويه جداد في خلال الكام يوم اللي فاتوا. كويس جدا، خلال 3 4 ايام 210 عضويه جداد. عندك الاعداد في الفتره اللي فاتت، احنا عملنا في حوالي في خلال شهر من قبل الافتتاح لغايه النهارده، عملنا حوالي 5 أو 6 لجان عضويه، يوم اعداد كبيره جدا. عدينا رقم كبير جدا في العضويات. الناس فرحانه بالفرع حقيقي. واحنا فرحانين بفرحه الناس بالفرع دوت. والانشاءات عندنا احنا كده ما وقفناش، احنا خلي بالك ما فيش حد بيعمل مرحله اولى 80%، دايما الناس بتعمل 40 50% وبعدين تستكمل. احنا ابتدينا الفرع، هو كل ناقص فيه حاجتين اتنين، مجمع حمام السباحه هنبتدي فيه، والصاله المغطاه. والصاله المغطاه انت عارف دي بتبقى اوبشن، مش كل حته فيها مش صاله، مش كل حته. بالظبط بالظبط، ولكن احنا عايزين نعمل صاله مغطاه ومجمع حمام سباحه، فالاثنين هنبتدي فيهم ان شاء الله على طول، علشان يبقى الفرع اكتمل بالكامل بعد ما نخلص دوت 100% منه. عندك بقيه الانشاءات مكمله في كل الفروع اللي لسه محتاجه انشاءات. صحيح، فرع الشيخ زايد لسه في انشاءات شغاله، وهنبتدي الفتره اللي جايه بس تركيز كبير جدا لناحيه الشيخ زايد، علشان نستكمل بقيه الانشاءات اللي موجوده هناك. فان شاء الله باذن الله عندنا الفتره اللي جايه اكمال انشاءات، وعندنا لسه للنادي الاهلي واعضائه عندنا حاجات تانية لسه بتتعمل، افكار موجوده قدام مجلس اداره في حتت اخرى النادي الاهلي رايح لها برضه. الموضوع الانشاءات والفروع لسه عندنا على الترابيزه بنفكر فيه، ولكن لسه ما اتخذش فيه قرار، فانا ما اقدرش اقول لك عليه طبعا، لان ده قرار طبعًا مجلس اداره بالكامل. ولكن النادي الاهلي دايما بيفكر ازاي يوصل لكل
عائلته اللي في جميع المحافظات، لان النادي الاهلي يعني ليه محبين وجماهير في كل محافظات مصر حقيقة. والوطن العربي وافريقيا، فاحنا بنحاول نوصل لكل الناس ونوفر لكل اعضاء جمعيه عموميه اكبر فرص متاحه، انه مهما تواجد فين النادي الاهلي معاه.